مشاهدي قناة التغيير الفضائية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جولة مراسل. هذا اليوم سنتواجد بزاوية تراثية سياحة مختلفة. هذا اليوم طعم الشاي سيكون مختلف في بيت أبو علي. أبو علي جمع المقتنيات، جمع القطع الأثرية في مكان واحد. ابقوا معنا لمعرفة جميع الزوايا في هذا المنزل التراثي الجميل. جديد، أهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة التغيير وجولة مراسل. هذا اليوم في البصرة القديمة تحديدا، والمكان بالتحديد أبو علي راح يدلنا عليه. أبو علي مساء الخير. أهلا وسهلا بقناة التغيير. أهلا وسهلا بك. إحنا اليوم بصراحة أبو علي انبهرنا، تعجبنا. فبداية أنه هل هو هذا مكان نعم عام؟ إذا ممكن ندور أمام الكاميرا، مكان عام أو خاص هذا المكان، أو كيف تم جمع كل هذه القطع الأثرية؟ نعم والله بالنسبة للمتحف هذا فشي عام يعني خاص إلي يعني. نعم. يعني عجبني أن أنا من أول عندي هواية بجمع الأنتيكات والتحف والهاي التابعة لأهالي البصرة. يعني من الأول قبل كم سنة؟ قبل تقريبا أكثر من 30 سنة. أكثر من 30 سنة. نعم. نعم. ف يعني قمت أجمع هاي الأنتيكات والتحف وهاي، لأن هاي كانت موجودة بداخل بيوتات البصرة، يعني بداخل بيوتنا يعني. نعم. وأنا من يعني مواليد البصرة ومواليد من سكنة الشناشيل، يعني ولادتي بالبيوت الشناشيل. سكنة هاي المنطقة. نعم هاي. نعم. منطقة السيف يسمونها. نعم. طبعاً. نعم. هي هاي. فيعني قمت أجمع أول نوبة، قمت يعني كانت هواية عندي، بعدين صارت كتجارة. من بعد التجارة بعد الوقت اختلف، أكو يعني مقتنيات واحد المفروض ما يفرط بيها يعني ما يبيعها. واضح. فبقيت أجمعها يعني أغتنمها وصارت عندي شلون يعني حب بهذا الشيء. فأكثر يعني شخصيات البصرة، أهالي البصرة يعني الموجودين، أعيان البصرة وهاي، تم التعاون وياهم يعني بأن عندهم قطع أثر، قطع أنتيكات، قطع تحفيات وهذا. يعني حضرتك هنا تحدثنا عن البداية، بداية دخول أول قطعة لهذا المنزل. والله يعني أنا قبل هذا المنزل كان عندي يعني فتحت بالقصر الثقافي يعني. نعم. بالقصر الثقافي أخذت لي فترة تقريبا 2 سنين يعني، سويتها يعني بالتعاون مع الأستاذ عبد الحق المظفر وسويت. نعم. بعدين شفت هذا البيت فيعني حبيت اطور هذا المشروع مالي. نعم. فبهذا البيت طورت اكثر يعني. فيعني الحمد لله والشكر يعني هي هاي القطع يعني فد عالم ثاني يعني هي هاي. فعجبني يعني انا عجبني وعجب اهالي البصره مثقفينها، ناسها كبارها يعني، ناس تونست على هذا الشيء، شجعتني بهذا الشيء. هذا المكان. نعم لك الحديث. بالنسبة للآلة الموسيقية. نعم. بالنسبة للآلة الموسيقية، هاي الآلة موسيقية قديمة يعني. نعم. نعم. يستخدمونها كان أكثر شيء بال... نعم. الجيش يعني يستخدم هاي. نعم. يعني الجيش الفرقة الموسيقية والهاي. بالنسبة لهاي جرى مع الماي قبل. نعم. هذا. نعم هاي جرى من الجلد. قديمة هاي يعني. والله انا يعني شقل لك يعني تاريخ ما اقدر احدد، بس هاي مو اقل من يعني 80-90 سنة اكثر. واضحه واضحه جدا. نكمل وياك. بالنسبه لهذني البيبان، هذني البيبان هذني مال كشتبان، يعني شلون البيوت القديمه بيها قبل شباك، هذا الكشتبان يسمونه كشتبان. نعم. هذا البيبان القديمه هاي عمرها اكثر هم من 100 سنه اكثر يعني تقريبا. نعم. نعم. هنا مجموعه ادوات هذا. نعم. بالنسبه لهذني هاي السلاسل مال قبل ما سجن. نعم. نعم. هذه مال يد وهاي مال رجلين. نعم. هذا قفل. نعم. هذا مقص. هذا الباب بالنسبه للباب، هذا الباب مال البيوت القديمه، البيوت الطين. نعم. البيت الطين لان يصير البيت ماله الباب ماله لازم كبير، لان اجلك الله يعني بالنسبه للحيوان الشغلات كانوا يدخلونها داخل البيت يعني. نعم. والله بدي اطور هذا الشيء، وهوايتي انا من البدايه هي جمع الاسلحه.
بالنسبة للبنادق، المسدسات القديمة، السيوف القديمة، الدروع، هذا يعني هوايتي من الأول ما بديت به. فبالنسبة للبنادق يعني بدي، يعني أكو شكو بندقية ما موجودة بدي أغتنمها وأشتريها إن شاء الله. شنو موجودة هنا حاليا؟ والله بالنسبة أكو برناو، أكو البندقية البرناو، أكو طويلة وأكو قصيرة وأكو وسط. بالنسبة أكو بندقية شتاير الألمانية، أكو كندية، أكو أم عبية، أكو الطروة، أكو مثل ما يقولون إحنا قبل هاي الشرطية، هاي قبل يستخدمونها الحراس الموجودين هنا. أكو عدة بنادق الصيد موجودة عندي هم القديمة، يعني عندي يعني جميع البنادق الصيد موجودة. أكو عندي بندقية فرنسية، يعني هاي من الحرب، يعني مثل ما يقول الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام. نعم. عمرها أكثر من 150 سنة. كيف وصلت؟ والله اشتريتها من شخص، يعني. نعم. اشتريتها، هو كان محتفظ بيها، يعني كان معتز بيها، ويعني من قلت له أنا هيك هوايتي وهذا مشروعي، رحب بهذا الشيء، قال ما راح أحافظ عليها أنا ما أعرف. طبعاً اليوم اللي قاعدة وياك لها طعم مختلف. بعيد عن المجاملة، انتقلنا الآن إلى زاوية ثانية، هذا اللي هي مقهى اللي أشوفه. نعم. مقهى، نعم. كيف تم عمل هذا الموضوع أو كيف فكرت بأن تكون واحدة من الغرف مقهى؟ والله بالنسبة لهذا التصميم المقهى، لأن أكو نعم. كانت مقاهي شعبية يعني موجودة بالبصرة، بداخل البصرة وبالعشار وهاي، فموجودة هيك تصاميم هاي. ف يعني بدي أنا كل مكان بهذا البيت، كل غرفة لازم يعني لها خصوصية معينة. خصوصية معينة، نعم. مثل الجلسة العربية بالنسبة لغرفة الأسلحة، غرفة النحاسيات والأنتيكات، غرفة المنام القديمة شلون قبل يعني الموجودة. بالنسبة لتصميم القهوة، يعني شفت يعني أجمل شيء كانت قبل العالم وين تتجمع، هي قبل ماكو يعني مثل ما يقولون داخل المدينة مضايف ودواوين وهاي. نعم. يعني أكثر الناس وين تتجمع بالمقهى، بالمقهى بالقهوة احنا نسميها الشعبية من. فهاي يعني من يصير فد لعبة، يصير فد أخبار، فد شيء. نعم. قبل العالم ما عندها، مو كل البيوت بها تلفزيونات موجودة، التجمع يصير على تلفزيون واحد، تلفزيون واحد وبداخل القهوة. نعم. فيعني هذه الافكار هاي بدي يعني انا هاي اريد تعيدني الى الماضي، يعني شلون كنا قبل بالمنطقه مالتنا كانت اكو قهوه وتتجمع بها الناس هاي الكبار. هاي معناها اذا تطلع انت من ناضوج طبعا اكثر وقتك. والله فتشي يعني انا يعني بدي الي وكل انسان يعني من يزور هذا المكان، بحيث يعني من يطلع من سر، فيعني مو بس الي رايد هذا الشيء، يعني هذا الشيء اريد يعني هم تطور. نعم. وهم بالنسبه للجيل الموجود الان اكو قضايا يجون يعني يقول هاي شنو، هاي عمو هاي شنو، هاي نعم. هاي شنو يستخدمون، هاي ما يعرفونه. يعني مثل هسه الثلاجه، قبل ماكو ثلاجات، هاي ثلاجه. نعم. الخشب، ثلاجه وصندوق الخشب. نعم. هذا يخلون به الماي، يخلون قالب الثلج هنا، ربع قالب ثلج يمكن يكفي البيت كله، يخلي الخضرة مالته، الفواكه، رقي شغلات. تستخدمه انت حاليا لو فقط شكليا؟ موجود، هو لا موجود يعني هسه اذا اريد استخدمه استخدمه. نعم. وعندي بعد ان شاء الله وصيت على حب، راح يجيبوا لي حب. نعم. بصفه يصير. واكو ثلاجه ام النفط هم اريد اجيبها لهذا المكان. طيب بالنسبه لهذا المكان، هذه الادوات هي كانت ملك لاشخاص غادروا. نعم. أو يعني أهدوا أو باعوا، المهم هي اليوم لم تكن لديهم، هي اليوم ملكك. أي شخص يتبادر إلى ذهنه، وأنت تقريبا أكثر شخص يسأل نفسه أنه بعد ما أنا ما أكون موجود هنا، من سيكون الوريث لهذا المكان؟ والله عندي واحد من أولادي، يعني هو الوحيد. نعم. هو نعم، فإن شاء الله قاعد أشجعه على هذا الشيء. أنه يصير على خطاك إن شاء الله. نعم. فقاعد أعلمه على هاي الشغلات، وهو هم له اهتمام بهاي بالانتيكات شوية، بس هو بعد طالب مدرسة، أنا خليه شوية هسه يدرس بالوقت المناسب. ها هي يعني كل ما يجي هو يرتب هاي الحاجة، يعرف شنو هاي فضة، هاي نحاس، هاي. قد عمره؟ يعني الله يخليه، عمره تقريبا 17 سنة. نعم، طولت العمر لكم إن شاء الله جميع إن شاء الله. نعم.
خارج المقهى ايضا اكو غرفه ثانيه، زاويه ثانيه تاخذنا لها الجلسه العربيه. الجلسه العربيه، نعم. شنو من ضمن الجلسه العربيه؟ يعني للدواوين مثل هم قبل، يعني انا هم يعني من تجيني يعني يصير قاعده عشائريه اجيبهم هنا يقعدون. انا بالنسبه لي احد شيوخ بني عامر. تشرف بحضرتك. هذا المكان ابو علي، هو هذا السؤال حاليا، منو مسموح له يدخل؟ فقط اصدقائك المقربين اللي ما مفتوحة زيارات لهذا المكان؟ والله مدارس، طلبة، جامعات، مجاميع سياحية. أنا طرحت هاي القضية، طرحت على مثقفين البصرة وأساتذتها، يعني طرحت عليهم هذا الموضوع، رحبوا بهذا الشيء. قال إحنا يعني هذا الشيء ما كان موجود وبدنا نجيك وإن شاء الله نسوي لك زيارات. نعم. يعني صارت هم رحبوا، صارت زيارات طلبه، مجاميع سياحيه. والله اجت هواي، اجت نعم. كليات اجوا، يعني مثل ما يقولون الادباء يجون دائما هنا. نعم. يعني الاساتذه، يعني اريد اسوي دعوه عامه لجميع شخصيات البصره، يعني مثل ما يقولون يعني مثقفيها، فنانيها، بالنسبه للحكومه المحليه، يعني يجون يزورون هذا المكان حتى يصير اطلاع على للكل. شناشيل هذا اليوم محتاجه شنو حتى تتحول الى وجهه سياحيه عالميه؟ والله يصير اولا هي بدايه لازم تبدي بها الدوله. شنو محتاجه هذه المنطقه؟ نعم. محتاجه هاي المنطقه تعمير. نعم. تعمير، هي هاي المنطقه المفروض يعني الدوله ما تهملها. تعمير العفو بدون تغيير الصوره. يعني ما يجي يهدم بيت. طبعا طبعا أثري. لا ما يفيد انا هسه اسوي لي قصير، اسوي لي بناء. شفنا يعني بصراحه، يعني واحنا اجينا لحضرتك شفنا انه يتم تهديم المنزل ويتم بناء ثرمستون. هذا الشيء يعني هو نعم. خطا بس لغياب القانون او للفتره هسه المر بها البلد، يعني احنا ما نقدر نخلي الصوت على احد. نعم. لان البلد صار باحتلال وصار بغير امور وهاي. نعم. يعني نطلب من الحكومة الموجودة هسه إعادة وترميم البيوت القديمة. هذه القعدة الجلسة العربية يعني موجودة إن شاء الله، موجودة بكل البيوت يعني. وبالنسبة للتصميم هذا المكان أنا من صممته، يعني مثل ما من ساعة قلت لك عليه، يعني بدي كل مكان، كل غرفة بهذا البيت تعني فتشي صورة معينة. نعم نعم. هذا كله يعني اللي عرفناه هو ذوق، يعني الحمد لله شخص مختص أو لا، هذا ببالك يعني؟ هو هذا اللي ببالك. اي طبعا. اي وبالنسبة لي للحديقة الداخلية والنافورة، ويعني هذه التصاميم يعني انا يعني اصممها من يمي، انا اشتغلها بايدي يعني. هاي محتاجه راحه بال ابو علي. والله هي راحه البال ان شاء الله موجوده، هي بعد ما تسوى الدنيا. انه ما كانت تؤدي لهذا الناتج الايجابي طبعا. الحمد لله ان شاء الله، الانسان بعد ما يفكر بغير شيء، ما زال اكو متوفره كل شيء عندي. كيف الحصول على هذا القبعه العسكريه؟ والله هاي اخذتها من ولد صديق، كان عندي بعد كم قطعه بالبيت. هذا الزي العسكري الجمهوري قبل هاي. نعم نعم. هاي بزمن الجمهورية يعني هاي الملابس العسكرية. ويسأل اللي يشوف هذا الصورة من بعيد ربما يروح باله أنه هو زي مثلا الجيش الإنجليزي أو. لا لا لا، هذا الجيش العراقي، هاي البدلة صيفية. نعم. عندي بعدين هسه أنا باللون دري هسه عندي كم نعم. قطعة أريد أوضحها. نعم. أكملها يعني أرتبها. طيب. يعني ذاك الزي الشتوي، هذا الزي الصيفي. واضح جدا. ان اضافه لهذا الزي اللي موجود، ايضا نشوف بعض القطع المهمه الخاصه، هذه الاواني. هذه وين يعود تاريخها يعني؟ هذه اواني نحاس، هذا يعني هاي مثل يستخدمونها قبل كجماليه يعني داخل البيوت. والله اكو 50 سنه، 60 سنه، 40 سنه، يعني يتراوح بهذا العمر. واضحة جدا. وهذا المفروض انه يكون اكو شخص مختص، يعني اشوفه غير ابو علي انه يهتم بالمكان يعني.
والله ترتيبه بتهيئته، لانه هذا اهم يكون تعب عليك يعني. تعاون مع اصدقائي يعني، عندي اصدقاء وعندي حارس بداخل البيت هم يعني ينظف لي مرات وشغلات، وهاي حارس ليلي بداخل المكان. وتعاون مع اصدقائي، مثل يعني اليوم قلت لهم يا بي خلي اليوم نسوي مثل ما يقولون عمل شعبي داخل البيت، فنسوي لنا يعني اكل، نسوي اجمعهم هنا ناكل شغلات وهاي ورتب المكان. فنحب هذا التراث يعني ونحافظ عليه، ونفس الوقت يعني هو شنو الاحتياج مثلا نجار كهربائي مثلا هواي امور بالسيرامي، هاي الشغلات القديمه نعرف بيها نساعد بيها. زين دورك ويا ابو علي شنو؟ والله دوري ويا ابو علي انا الصراحه اجي هنا الصبح يمي. نعم انا نجار. فاجي اشوف مثلا شنو الشغلات مثلا البيبان القديمه، نقص اغراض اصباغ مثلا، ارتب لها يعني نكملها بحيث الشيء يظل محافظ على النقاوه مالته يعني. يعني اللي ابو علي عد ما يحتاج شيء او هم مثل ما ذكرت حضرتك يقترحون على حضرتك تغيير بعض الزوايا بخصوص النجار بخصوص الحداد، فش تحب توجه لهم من كلمه خلال شاشه التغيير؟ والله انا يعني اولا اشكرهم على مبادرتهم ومساعدتهم لي، وهم بالنسبه لهم يعني هذا المكان مفتوح لهم لان هم ساهموا وياي وساعدوني يعني بهذا الشيء، فهذا اولا اقدم لهم الشكر الجزيل يعني، واريدهم هم هم نفسهم يحافظون على هذا التراث بداخل بيوتهم يعني. من يقول لي انا عندي قطعه اقول له خليها ببيتك هيتعلمونها، اولادك هيتعلمونها من عندك يعني، انت من تخلي حتى ابنك يعرف هذا شنو بالنسبه لهاي شنو هذا شنو هذا شو اسمه هذا يعني، حتى هي هم ثقافه يعني، من يجي الانسان يشوفه بغير مكان هو ينحرج يقول له هذا شنو. المفروض هو حتى اذا هو صغير يعني بسن يعني مبكر يعرف يعرف هذا الشيء لازم، لان هذا من عرفه هذا نوع من الثقافه يعني، هذا الشيء الموجود يعني اهله معلمينه وكانوا يغتنمون هاي القضيه عندهم. بالتالي شكرا لحضرتك، وما حسينا بالوقت وكانت دقائق ولحظات جميله وبعيد عن المجامله يعني، حسينا بالراحه النفسيه من اول ما دخلنا المنزل. شكرا لوقتك وان شاء الله تكون لنا لقاءات اخرى. يا اهلا وسهلا بكم، انا سعيد بزيارتكم هاي، وان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان تتكرر هاي الزياره ان شاء الله لكم والجميع مثقفي البلد يعني ان شاء الله. وايضا هي دعوه احبتي المتابعين لكل وسائل الاعلام، لكل المهتمين بالشان الاعلامي والصحفي المختصين بمجالات السياحه والاثار، بأن يزورون هذا المكان يسلط الضوء على هذه الزاوية التراثية السياحية في محافظة البصرة، لأنها وجه البصرة الحضاري. وأجدد دعوة رفيق أبو علي وأبو علي بأن يكون في كل منزل وإن كان حديث البناء تكون زاوية تراثية تحمل ما يعني ما مرت به البصرة وما دخل البصرة، حتى يتجدد اللقاء معكم في جولة مراسل وإبداع آخر من البصرة. ألقاكم.